صباحه هاني. ايوه ابو يحيى، بالنسبه لكفر الشيخ ايه رايك فيها كفكره عامه؟ مسليه، ولكن تنصح حد يجي كفر الشيخ الايام دي؟ لا لسه. الله كريم يا شباب. ايوه حجي محمد ما شاء الله. بتقول ايه بقى دي من على الباب واكل على الجمبري؟ طيب احنا النهارده بنعمل تقرير عن كفر الشيخ، نقوله ايه؟ مسليه الى حد ما. السمك الكبير قليل بس لسه برضه الكبير لسه. الكبير لسه. ايوه هو ما شاء الله شبر اخضر ده زي الفل، هيبقى حلو في الاكل، ربنا يبارك في رزقك. الاخ محمد صلاح اهل طنطا، شرفتني ونورتني اخويا الغالي، ربنا يحفظك والله، نورت من وقت رحالة حبيبي حبيبي. طبعا يا جماعه احنا النهارده كنا مع الاخ محمد صلاح وعم احمد، كانوا اصحابنا على الميه، طبعا جماعه صيادين لدرجه لا تتخيلوها، مطبخ متحرك ان شاء الله لا قوه الا بالله. عم احمد ايه رايك في كفر الشيخ؟ تمام. طب الوقت ده احنا ننصح حد يجي هنا؟ لسه شويه. يا استاذنا ايه رايك في كفر الشيخ؟ طب ننصح حد يجي هنا الايام دي؟ لازم يجي عشان ياخد على الجو وينظف المكان يعمل دور. اللي حابب يتسلى يجي، لكن اللي جاي مثلا عايز يشنق اللي جاي السمك. اللي احنا مش بنتسلى، احنا بناخد سمك وبناكل. تمام. يعني انت جيت كم مره هنا؟ لا كتير. لا السنه دي. السنه دي حوالي 3 3 مرات. تقريبا كده كل مره ربنا يبارك لك في رزقك خدت قد ايه؟ نص 2 كيلو. ده اللي انا عايز اسمعه. احنا لسه بدايه موسم. تمام جميل يا استاذ حاج ابراهيم. طبعا انت مدمن كفر الشيخ، ما تنصح حد يجي الايام دي؟ لا عايز اسال ليه ولا حد اسمه الشيخ يجي ولا حد اسمه الشيخ؟ طلع مع حد يعني عشان عاليه. اصبر شويه، لو انت جاي عايز تصطاد نفس الكلام يا عمي كده. اللهم صل على النبي، احلى كلام. الله يعزك يا رب يا محمد يا صلاح، ربنا يحفظك يا رب ويديك الصحه. Thank you.
يا جماعه ادي التانية. كفافي اهو برضه يا جماعة، كفافي شغال برضه يعني مسلي. السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البيت بتاع يا جماعة عن كفر الشرك، كل مصداقية دي تالت مرة هنيجي فيها هنا. أول يوم كنت أخدت سمكاية ربع وشوية شر، المرة التانية أخدت شوية خنيني ما يعادل كيلو ونص أو 2 كيلو. المرة دي أنا هوريكم السمك بتاعي. بالنسبة يا جماعة النهاردة يا جماعة أنا كنت على مية النصرانية، كان ورا مني مية إبراهيم نوار. بالنسبة للمية يا جماعة المية كانت واكلة طعم. أنا جربت الغلة، الغلة ما كانتش. في سمكة بتاكل والصنارة عايم، وسمكة بتاكل والصنارة على الأرض. كانت أوقات تاكل من على عين بس، وأوقات تاكل من على الأرض بس. استخدمها النهاردة كنت شغال بعدين 3 متر، كان معايا خيط أساسي 25، الغمام بتاعي خفيف، صنار كنت شغال بعود، في صنار 7، صنار 5. تمام يا جماعة؟ أنا بالنسبة لي أنا ما أنصحش حد يجي كفر الشيخ في الأيام دي. كفر الشيخ بتاعك رحلة، ولكن صياد واصل وكريم عايز سمك، عايز رزق لأولاده، أنا مصدقش، لأن إحنا عارفين إن كلنا بنيجي مواصلات، واللي بيجي بعربيته واللي بيطلع بعربية التكلفة عالية. فأنا العهد اللي بيني وبينكم اللي هو اتبنى على الصدق والأمانة يحتم عليا إن أنا نطلع بعد 3 فيديوهات أو بعد 3 زيارات لكفر الشيخ نطلع من الكلام ده. بالنسبة لي يعني ده الرزق بتاع يا جماعة. ما اعرفش انتوا بقى تقدروه كام، انا ما وزنتش. ابراهيم كان موفق النهارده بشويه سمك كبار، ده الرزق بتاع ابراهيم الكردي. وكده يا جماعه انا بننهي الفيديو بتاعي ان شاء الله على خير، اتمنى ان نشوفكم على خير دايما. تحياتي ليكم، كان معاكم اخوكم سامي الفالقه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اشترك عندنا في القناه وتدعمنا بلايك. السلام عليكم.